مشوار المنتخب كان عامل ازاي في البطوله اللي بتتلعب دلوقتي في مصر. المنتخب المصري لكره اليد الحقيقي بيأدوا اداء كله بطوله وحماس قدام، قدم مشوار كبير جدا ومشوار طويل ومهم في كل المباريات اللي خاضها في هذه البطوله، قدم اداء استثنائي في كل المباريات اللي لعبها امام المنتخبات الافريقيه اللي واجهته لحد ما وصلنا لمباراه النهارده، المباراه النهائيه اللي هيلعب فيها قدام منتخب كاب فيردي الساعه 9 بالليل، عشان ان شاء الله هيحصد النجمه الثامنه ويفرح كل المصريين. منتخب مصر لكرة اليد خطف الأنظار خلال مشاركته القوية في بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد، وقدر على مدار كل المباريات اللي خاضها في البطولة إنه يقدم أداء استثنائي في المباريات اللي لعبها أمام المنتخبات الإفريقية اللي واجهته أثناء مشواره في حصد البطولة رقم 8 في تاريخه. قدر منتخبنا الوطني لكرة اليد إنه يوصل لنهائي البطولة اللي بتتلعب على أرضه وفي وسط جمهوره، وبدأت رحلة البحث عن اللقب الثامن بالفوز في المباراة الافتتاحية على الكاميرون بنتيجة 40-17 بفرق 23 هدف عن الخصم. وكانت المباراة حماسية ومليانة إصرار وقوة وفنيات عالية من جانب لاعبتنا. بعد المباراة الافتتاحية في البطولة واجه منتخبنا المصري المنتخب المغربي في الدور الثامن وفاز عليه بنتيجة 36-21 بفرق 15 هدف، في مباراة شهدت استحواذ عالي من جانب لعيبة منتخبنا وفنيات قوية رسمها المدير الفني باروندو غارسيا. من هنا حجز المنتخب الوطني مكانه في الدور ربع النهائي من البطولة، وبقى قدامه تحدي جديد في مواجهته لمنتخب الجزائر، وهو التأهل لكأس العالم والتأهل كمان للدور نصف النهائي في البطولة. وفعلاً لعب المنتخب مباراة بقوة كبيرة وقدر يحقق الفوز على الجزائر بنتيجة 34-19 علشان يحجز مكانه في كأس العالم لكرة اليد اللي هيتلعب في السويد وبولندا في شهر يناير 2023. ووقتها كان لسه التحدي مخلصش في التأهل لنهائي البطولة، وبروح حماسية وقوية نزلت لاعبتنا الأبطال على أرض الملعب في صالة الدكتور حسن مصطفى وفازوا على المنتخب التونسي بنتيجة 29-27 في مباراة قوية تألق فيها اللعيبة. وبعد الفوز ده هيواجه منتخبنا الوطني النهاردة منتخب كاب فيردي الساعة 9 بالليل. لاعبتنا هتدخل المباراة وهم عندهم طموح في إسعاد الجماهير على أرضهم وفي وسط جمهورهم.